او اتكلم على السيلفي، قال لي درت معك سيلفي في نوميديا هذا رحله للبناء. ما انا واش نقول لك، نولي دائما التصريحات تاع المسؤولين تاع الكره كيما مدواري يتكلم ملا بكري كانوا دي ماتش تريبورتي 5 فوا بكري كي كانوا، وانا بكري ودرك درك تقول لي ما برمتش مباراه 12 تاع ليل وواحده 12 تاع نهار، بعدا واش خصنا غير ندير ماتش 12 تاع ليل؟ انت جات جوله على 10 تاع الليل، ما لعبتش شامبيونا في ديسمبر، زعما اسكو نستناو نلعبوا في ديسمبر؟ نستناو كارثه باش انت ترحل ونقول عليك فاشل. في ربع شهور درت قاموس من الاخطاء، انا ما نشفاش انا بلي شامبيونا تربورتي جوله كانت تربط على ديجا ريدمي ومباراه تاع اتحاد الجزائر شباب القبائل ابري دي بروغراماسيون متكرره تعاود ديكاليها بالنهار بلا مبرر. ما سمعتش انا يا رابطه مشات 120 جور خارج القانون، القانون يعطيك 30 جور. ما سمعتش برابطه ما عندهاش امين عام، ما عندهاش نائب رئيس، ما وزعش فيها المهام، لان راح يقوم بهذه الاشياء الان، راح يقوم. نعم. راح يقوم. هل كل قبل مسعودان بتك يعني انجاز المشكل الإنجاز. المشكله تكلمت هنا الاعلام ومبني شويه يعني الكرونيك مبنيه على واش كان يقول في الحمله، يعني في الندوه الصحفيه مدور الحمله نقل حمله تحامل تهويد، والندوه الصحفيه كانت مبنيه على فضائح صارت في الرابطه بدليل حضور اعضاء مكتب الرابطه بجانبه، وبدليل انه هذاك الاجتماع تم يعني الاعلان على موقع الاتحاديه ماذا الى الاتحاديه، لانه كانت هناك مشاكل لم يقوى على حل مشاكل في الرابطه فاحتكم الى اوتر جيمين المحكمه العليا اللي هي رئيس الاتحاديه. نعم. اذا اليوم في اربع شهور مشاكلك طلعت لا فيديراسيون وباش اليوم دير ندوه صحفيه وتابيزي لي زيسبري، ما تحملش قول غلط، يا غلط والناس تطوي الصفحه وما زيدش تغلط، يا تغلط وتقدم استقاله، بصح ما تقولش ما تمينيميزيش الفضايح. نعم. فضيحه تقعد فضيحه، ما ديش كومباريزون كيما ما يديروا كيما زدتشي اليوم يقول لك كل بيان ماشي كيما المكتب السابق كيما كيما البيرو اللي فات، انا ماشي كيما من اون با افونسي كي دير تبدا تشوف اللور. حنا الصفحه طويناها بايجابياتها وسلبياتها، ماذا بينا نافونسيو؟ لو نقعدوا اليوم نديروا لا كومباريزون يعني من الجانب السلبي، الكره الجزائريه ما تتقدمش. حنا ما نطالب باحترافيه في العمل، من حق الاعلام يتكلم، والاعلام اللي قريته انا يا سيدي فاضل ما يقولكش تو فا بيان نصفق لك، اذا درت حاجه اذا كنت خدمت خدمتك هذا شيء عادي، اذا ما خدمتش انا نتكلم.